اسبانيا واللي من فرنسا ودول كلهم لاعبين عالميين، وانت عارف واللي من البرازيل. الناس دي جايه تعمل فعلا ماتش احترافي قدام اكبر نادي في مصر وفي العرب وفي افريقيا. ونتائج، انا اسف يا كابتن، هو دلوقتي طبعا زي ما حضراتكم شايفين على لواء مباشره لاعبي اتلتيكو مدريد وصلوا الى ارض الملعب وبيتفقدوا ارض الملعب عشان يشوفوا ارض الملعب. يعني بما يعني الاستاد رائع الحقيقه وحاجه جميله جدا جدا يا كابتن. اتفضل يا كابتن. فسيموني بياخد اي مباراه اذا كانت وديه او احتفاليه او خيريه بالحقيقه بياخد اسم فرقته دايما، تلاقيه ماخذ الجد. بيبقى موجود في الملعب وهتلاقيه واقف على الخط النهارده برده بيحاول ان يكون ليه سبق المجد قدام نادي كبير، وهو يعلم من هو النادي الاهلي ويعلم من هو العرب ومن هم المحترفين اللي موجود في هذا الفريق. هو عامل حساب كل حاجه الحقيقه. فان كنا احنا عاملين مباراه النهارده لضحايا الارهاب اللي هو عمره قصير جدا في الحياه، مظبوط، انما بضمن ان احنا ان شاء الله هنشوف مشاهده جيده جدا من عظماء الكره اللي موجودين في اسبانيا والعالم، اللي هو اوروبا انت عارف بيبقى طبعا. كل فريق فيه ده بنقول ان هو الثالث في اسبانيا، انما هو الثاني دلوقتي ورا برشلونه، وهو متلاحق دايما بقاله سنتين ثلاثه، بيهدد دايما ريال مدريد وبيهدد بايرن ميونخ وبيهدد كل الفرق اللي بتلعبه في اوروبا، وحائز على بطوله اوروبا وحائز على كاس اسبانيا وحائز على دوري اسبانيا. وسيموني ده عنده تاريخ كبير جدا، فاحنا بنضمن جودة المشاهدة الحقيقة من خلال النادي الأهلي إن شاء الله واللعيبة اللي هم استضافوهم، تمام، على احترافية كاملة يقدروا يقدموا لنا العرض المناسب لهذا اليوم. تمام كابتن ربيع، لو حضرتك مكان الكابتن حسام البدري في هذه المباراة هتعمل إيه؟ يعني زي ما قلت لحضرتك أو زي ما كل شوية هفكر الناس إن هي مباراة ليست مباراة تنافسية ولكنها مباراة احتفالية، ولكن في نفس الوقت اسم النادي الأهلي. مظبوط، هي طبعا مغامرة كبيرة جدا إن تلعب امبارح وتعمل ماتش كبير بحجم اتلتيكو مدريد النهارده، عشان لكن احنا قلنا يعني اسم مصر اكبر من كله، النادي الوطنيه، النادي الوطنيه ما يمرش غير وطنيته، مش فارقه بقى مين اللي برافو عليك. ده خلي بالك دي مش سهله خالص. انت زي ما قلنا الله يكون في عون حسام البدري، اساسا انت عندك اصابات كتير جدا السلام، وعندك ماتش امبارح لعب فيه نجوم وبذل جهد ما ينفعش تلعبه النهارده. الطبيعي جدا انك هتجيب من الانديه، انا كان نفسي انها تمتد الانديه وتوسع الدايره لكذا نادي في مصر، مش مشاكل خالص، وهي منتخب وده اللي حصل يا كابتن، وده لازم يحصل، والمقاولين والمقصه والزمالك وسموحه. تمام، اتفضل. يعني برضو احنا كان نفسنا الجانب الفني يخرج بشكل فني، يعني ممكن الفنيات من جانب الفريق بتاعنا، لانه لاول مره بتجيب لعيبه وبتلعب قدام بحجم كبير فني يملك الجانب البدني والمهاري والخططي والصفات الاراديه، يملك الخبرات الفنيه، يملك مدرب عالمي، يملك فرق وفرديات عاليه جدا، مش كلام، اسماء كبيره جدا جدا جدا. لكن زي ما قلنا هي الوطنيه الاحتفاليه يهمنا بامر الله تعالى ان يبقى في احتفاليه باسر الشهداء بالشهداء بامر الله تعالى، وفي نفس الوقت الجانب الفني بقى وسير المباراه ان شاء الله الرحمن برضه اللي موجود هيسد مع اللي هيلعبه حسام من النادي الاهلي. المباراه اعتقد ان فنيا، لكن زي ما قلنا يا اسلام فنيات هنتكلم بامر الله تعالى. لا لازم نتكلم، يعني مش معقول اكون معايا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين ومش هنتكلم في الفنيات. لا انا قصدي ان اتكلم في سير مباراه باذن الله، لما نشوفها باذن الله تعالى. تمام، عشان نشوف النسبه الفنيه قد ايه، ونتمنى ان شاء الله تطلع مباراه كبيره تليق بالجمهور العظيم اللي موجود وتليق بمكانتنا الكبيره ومكانه بطل افريقيا النادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله. عايزين ناخدهم ربيع على الارض دي، ها عايزين ناخدهم في الارض دي احنا، ونعمل بريس ونجيب لنا جولين ولا حاجه والراجل يفضل بقى يتكلم على الخط. لا بص، انت بتلاعب فرقه جامده جدا فنيه ومدرب قدير جدا، منتخب عالم بالك، بيعرف يكسب الفرقه القويه ويعرف يتعامل مع الفرقه الضعيفه كده، يعني تمام، عنده فنيات عاليه جدا. هنتكلم على كل هذه الفنيات، ولكن خلينا نطلع فاصل الاول ونرجع نكمل مع حضراتكم مع نجوم مصر والنادي الاهلي في هذه الرساله، في هذه المباراه الاحتفاليه ورساله سلام من النادي الأهلي يطلقها من استاد برج العرب بعد هذا الفاصل.